لسنا هنا في شمال الصحراء، إننا بمنطقة بلغريب ببلدية ولاد سيدي المهوب شمال غرب ولاية غليزان، إحدى المناطق التي كانت من المرجح قبل 20 سنة بأن تكون إحدى المحيطات المسقية، لكن لم يتحقق ذلك. فوضعية هذه القنوات أكبر دليل على فشل مشروع توسيع محيط السقي. ما يصلح حتى حجرة في 30 عام ولا 25 عام، داروا مشروع غير المطر ما يدخلوا فيه، متكسرين بعد تسيل الماء ما يوصلش لهنا، ما يوصلش خلاص، مستافدين منه واحد الدوار ولا زوج، هنا ما تلحقنا حتى حاجه، راهم دايرين حتى لافات سيدي خطاب، ما كانش الماء ما كانش، وحنا ولاد فلاح، راك تشوف الفلاح راه تيبس، الواد قال لك ممنوع. داو لهم موتارات وكاين اللي غبنوهم للواد هنا، الواد الشلف هذا كنا نشربوا منه، والدينا عاشوا فيه، ما عندناش حاجه وداخل انا نخدمه، ما فهمنا فيه والو، هنا ما حسيناش كاع الجبلي هذا، عنده 20 سنه ولا 25 سنه ما طلقوش فيه كثره عام. مانيش فاهم، دراهم كانوا الدوله ما عرفت وين ديرهم، دارتهم جباريات وخلاتها هكا وخلاص. وهنا الجباري هاو فايت فايت، جامي طاحت فيه قطره تاع ما، جامي طاحت فيه قطره تاع ما. جماعه طلع وطلق عينك لهنا، كي راهي دايره الحاله لهنا كاع، الجفاف الجفاف. اللي عنده حاسي خدام. مدير الموارد المائية من جهته دعا الفلاحين لتسجيل أنفسهم ضمن الديوان الوطني للسقي الفلاحي. ما عليهم إلا التقرب من مؤسسة لونيد وتسجيل أنفسهم للاستفادة من مياه السقي. صيانة قنوات السقي فهي من مسؤولية لونيد، وإذا تطلب الأمر أن يعني تكون هناك يعني أشغال كبيرة، سنتقدم إلى المصالح المعنية لأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. في انتظار ذلك يبقى فلاحو المنطقة في إعادة بعث هذا المشروع الذي كان ولا يزال الأمل الذي طال انتظارها.